المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتنا. اعزائي المشاهدين، طبعا في ناس بتقول ان الشعر الابيض ايه سببه وبيطلع لي، ومثلا انا سن صغير وبيطلع لي شعر ابيض. السبب في ان طبعا الشعر بينقصه في صبغة اسمها صبغة الميلانين، بيتنقص، فلما بتنقص منه طبعا الشعر بيتحول للون الابيض، وهنا بتظهر على علامات اللي هي الشيب. طبعا كمان في اسباب تانية، ممكن اسباب نفسية، بعض الادوية اللي ممكن حد يتناولها. كمان بالاضافة كمان ان الوراثة كمان ليها دور فعال، انها بتعمل عملية الايه، بيبقى في شيب مبكر وظهور الشعر الابيض. كمان السن، الناس اللي بتوصل لمرحلة 50 سنة وستين سنة ممكن شعرهم يتحول للشعر الابيض. طيب عشان نحل المشكلة ديت، في عندنا بعض الطرق اللي احنا بنستخدمها، الطرق العادية جدا، مكونات في المنزل، موجودة في المنزل، طبعا اعشاب، في كمان دهانات للشعر اللي هنقدمه ليكو، ان هما مكونين فقط. المكونين دي من المكونات الجميلة اللي بتثبت فعالياتها في التخلص من الشعر الابيض او الشيب، ايا كان السن او العمر اللي عايزين نعالج فيه مشكلة الشيب او الشعر الابيض. كل اللي احنا هنعمله، هنجيب الشاي، وزي ما احنا شايفين الشاي، ودي طريقة من الطرق الجميلة اللي ازاي احنا هنحضر بيه الشاي. ناس كتير ممكن تستخدم الشاي وما بتتوصلش ليه نتيجة، لان ممكن تكون طريقة التحضير مش جيدة، مش الطريقة اللي هي مطلوبة اللي ينفع ان انا استخدمها للتخلص من الشعر الابيض. عندنا الشاي وعندنا الملح، كلنا عارفين الملح، وطبعا ما فيش اي قلق من الملح لما نستخدمه مع الشاي. اللي احنا هنعمله فقط لا غير ان دول بيحتوي على مكونات جميلة جدا بتساعد في التخلص من الشيب، وزي ما قلت كده الشعر الابيض. هنجيب كوبين من المية وبنضعهم في طبق، وهناخد معلقتين من الشاي زي ما احنا كده شايفين، معلقتين من الشاي، ده اول معلقة، وادي تاني معلقة. تمام، لو الشعر بتاعكم كبير بتستخدموا طبعا 4 معالق على 4 كوبايات. هنضعه طبعا على النار لمدة دقيقتين، هنضعه على النار لمدة دقيقتين بحيث ان هو يغلي وينزل الشاي المكونات الجميلة اللي هي فيه. زي ما احنا كده شايفين سايبينه يغلي طبعا لمدة دقيقتين، وبعد كده طبعا هشيله من على النار. طبعا بعد ما غلى هسيبه يبرد، تمام، يبرد شوية. وبعد ما يبرد اللي انا ممكن اعمله، ان انا هصفي المكون بتاعي زي ما انا كده شايف، هصفي المكون بتاعي. وبعد ما اصفيه كله، يعني بعد ما اصفيه في طبق كبير مثلا، هضيف له كام، هضيف له بعد ما صفيته كله 2 معلقة من الشاي على 2 كوب من الميه، وسبتهم يغلوا لمده 2 دقيقة. وبعد كده حشتهم من على النار، بعد 2 دقيقة سبتهم يبردوا، تمام، سبته يبرد. بعد كده هصفيه، بعد ما اصفيه هاخد معلقه واحده من الملح، وهقلب الايه، هقلب المكون بتاعي، هقلبه كويس. وبعد ما اقلبه كويس وخلاص وبرد، ايه اللي هيتم؟ طبعا ان هتاخده البخاخة وهترشه بالشعر، هترشه بالوصفة ديت، هترشه بها الشعر لمدة كام؟ هترشوا بيها من الجذور للأطراف، وتتركوه، ممكن تتركوه 1 ساعة 2 3 4 5، مدة نص يوم، وتغسلوا شعركم مفيش أي مشكلة. تمام، وبعد ما تتركوه على الشعر سيبوه شوية، يعني ما يقلش عن ساعة. بعد كده اللي هيتم طبعا ان هتغسلوا الشعر جيدا. ممكن لو ما عندكمش بخاخة على حوض المية، وبتكبوا الوصفة على، بس تكون باردة، تكبوها على شعركم وتدلكوا شعركم كويس، وتسيبوه زي ما قلت كده ما يقلش عن ساعة.
ازيد من ساعة مش مشكلة، وبعد كده تغسل وتستخدمها 3 مرات في الاسبوع، وان شاء الله باذن الله هتجيب معاكم نتيجة ان شاء الله كويسة جدا في التخلص من الشعر الابيض والتخلص من شيب الشعر. دي كانت وصفتنا، اتمنى انها تكون نالت اعجابكم. بشكركم على حسن الاستماع، ما تنسوش زي ما قلت كده تدعموا القناة باللايك، وتدعموها طبعا بالشير، وتنشروا الفيديو عشان يستفيد اكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاهدين. دي كانت وصفتنا، اتمنى ان كنا نالت اعجابكم. بشكركم على حسن الاستماع. لو عجبكم الفيديو طبعا عليكم الضغط على اعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.